السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع اسئلة وصلتني كتير. احنا هنحط ايه في الطواجن ايه او في الصفايح؟ احسن حاجة نحطها في الطواجن او الصفايح؟ احسن حاجة يا جماعة طواجن البيض، زي ما انتم شايفين احسن حاجة نحطها، ما ينفعش نسيبها كده. لو سيبناها كده البيض طبعا هيتكسر، خلي بالكم. فاحسن حاجة بنحطها في الطاجن زي ما سبق وشرحت قبل كده، اللي هو التحديق. التحديق بيتباع في اشواق الحمام ومحلات الطيور بتاعت طيور الزينة. التحديق ده يا جماعة كويس. ليه كويس؟ لانه في املاح، الاملاح دي وحادق، يبقى حادق كده. الاملاح دي بتساعد بتموت الحشرات، يعني ما بتساعدش على نمو الحشرات وتكاثر الحشرات في الطاجن بتاع البيض، وده اهم حاجه. وبرده ميزته ان الحمام بيحدق منه عشان يعوض الكالسيوم والاملاح اللي فقدت منه. طيب مفيش تحديق، هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. بس الاول، في ناس يا جماعه بتحط قش. القش ده يا جماعه من الحاجات المضره جدا، لان بيبقى بيئه مساعده لنمو الحشرات، والحاجات اللي والذباب والفاش والحاجات دي، فما بنصحش بيه. في ناس هتحط نشاره، النشاره زيه يا جماعه برضو ما هيش كويسه. في ناس برضو بتشتري اللباد اللي هو زي الموكيت كده يا جماعه، او زي جزء من البطانيه، بس ده طبعا انا مش بحبه. انا بحب احط التحديق. لو ما تلاقيش تحديق يا جماعه هقول لكم احنا بنعمل ايه. ده يا جماعه رمل عادي بتاع البنايه، بتاع اللي بندي بيه البيوت. رمل عادي جدا، هنشيل بعض الزلط منه، يعني هنلم الزلط ده منه، الزلط ده اللي زلط الخشن ده هنلمه عشان ما يسببش في تكسير البيض. اي حاجه خشنه منه هنشيلها كده، هيبقى الرمل ناعم. بس لو عندنا حاجه نهزه بيها نهزه، بس انا مش عندي متوفر حاليا، وعملت الفيديو كده فجاه يعني ما كنتش محضر له. قلت هنلم الزله كده بايدينا كده. ده يا جماعه حاجات يعني قشر بيض، قشر بيض بتاع الحمام اللي هو فايس عندي، يعني حاجه متوفر عندنا، مش شارينا حاجه. هنطحنه كده يعني، لو في اكتر يبقى احسن. وده يا جماعه ده قشر من الخلود، ده قشر من الخلود زي ما انتم شايفين كده. هو المفروض يتطحن، بس ما قلت لكم ان انا عامل الفيديو فجاه ومش مجهز ليه، فانا هكسره كده بايدي. هنطحنه كده، ننعمه على قد ما نقدر عشان برضو الحمام يحدق منه. ده يا جماعة الحاجات دي كيلو تحديد بتباع ب 10 جنيه و 15 جنيه، فاحنا المفروض نعمل الحاجات دي على ايدينا. ونلاقي فيديو عامل التحديد فيه، والله انا كلفته اي حاجة. للاسف التحديد الوقت خلص، وما كانش عندي، مش فاضي يعني اروح اجيب المواد بتاعته، لان المواد بتاعته بتيجي من البحر، وبتيجي من عند الموال، وبتيجي من عند الارض، بتبقى سنة زراعية، وبتبقى بودرة بلاط، يعني حاجات كتير، طوب احمر مطول. فانا هعمل بالحاجات المتاحه دلوقتي على بال ما ابقى اعمل تحليل تاني. يعني كده بالشكل ده يا جماعه احنا طحنا. طحنا الخلود كده على قد ما نقدر بايدينا كده. بالشكل ده. هو طبعا كل ما يكون كتير كل ما يكون احسن. طيب ده يا جماعه كده حطينا الحلول، وحطينا الرمل، وحطينا قشر البيض لو عندنا قشر بيض، او حتى قشر بيض فراخ لو عندنا قشر بيض فراخ برده ممكن ينفع. ده يا جماعه ملح الطعام العادي خالص، احنا بنحطه برده على المكونات دي بالشكل ده، علشان طب احنا بنحطه ملح الطعام ليه؟ بنحطه ملح الطعام يا جماعه عشان الحشرات ما تقدرش تعيش مع
تحت الحمام، تحت الزغاليل او تحت الحمام، ممكن الحشرات يا جماعه بتسبب ان الحمام ممكن يسيب الباب بتاعه ويقوم، وبتسبب برضو ان الزغاليل بتقرص الزغاليل وبتطلع لها جدري، بتكون سبب رئيسي في الجدري. نحط ملح برضو بالشكل ده. انا عندي طواجن يا جماعه فيها لسه فيها تحديق تحت الحمام، بس انا عندي طواجن برضو ستيب، لان انا بحط في كل عين طاجنين. وهنيجي برضو بالشكل ده كده، شويه ملح في كل طاجن كده من هنا من تحت، شويه ملح صغيرين عشان الحشرات. ونقلب برضو، ما نحطش يا جماعه بصوا كده اهو، ما نسيبش، ما نملش الطاجن قوي كده، لان لما الطاجن البيض الحمام وهو طالع، الحمام وهو طالع من الطاجن البيض بيقع، لازم يبقى ايه نص الطاجن كده فاضي، يعني نص تحديق نص كده. نحط رمله كده بالشكل ده، ونص الطاجن بيكون فاضي بالشكل ده. يا جماعة أنا مجرب الموضوع ده، والموضوع معايا ده معايا كويس جدا جدا، ما بلاقيش عندي حشرات في الطواجن خالص. لأن يا جماعة الموضوع البيض، موضوع القش في الطاجن أو في الصبيحة بيبقى كارثة، والله كارثة. كده يا جماعة مش هنحط كتير بالشكل ده. وهنيجي على الحمام ونحطه للحمام. الحمام هيمام يا جماعه عليه، وبرده في نفس الوقت هينام عليه وهيحضن وهيحدق منه برده، زيه زي التحديد، يعني هو زي التحديد بس ناقص مكونات بعض المكونات. طبعا الحمام البيض ما ينفعش انقل بيضه، انا مش هنقل بيض الحمام البيض، هحط ده بس مش هنقل بيض الحمام البيض، بل الحمام البيض هسيبه زي ما هو في الطاجن القديم، لان في حمام مش كل الحمام، يعني في حمام لو انت نقلت البيض بتاعه مش بينام عليه، فاحنا عشان كده مش هنشيل البيض خالص، هنحط بس الطواجن الجديده اللي احنا عاملينها دي.